حكاية في نهاية هذه الأمسية ويخطف النتيجة المرضية والنقاط الثمينة من جانب ضابين اللي عنده مستقبل كبير بالتوفيق إن شاء الله المصعب. كرة أمامية بونافيتورا، تغطية من فاروق شاء الله، نيكولاي ستانسيو، عرضية محاولة بالرأس، فاروق شافعي عند الثيتا إلى خارج أرض الملعب. أنا ما تحدثت أن فاروق شافعي خطير خطير، لكن أيمن فلاتة في الكرة، رأسية فاروق ومن ثم أيمن فلاتة بهذه التسديدة. شباك إدوارد بندي حارس الأهلي، اللقاء اللي خسر ضمك بأربع أهداف مقابل هدفين، أطلق قذيفة ثلاث مرات وكلها كانت في دوري المحترفين. هذه هي المواجهة رقم 13 بين الفريقين في كل المسابقات، ورقم 11 على مستوى محمد الثاني. أمامية لمصلحة الشباب، ممتاز في اللقطة الماضية، ضغط عالي خطفها مصعب الجوير إلى ماجد، الكرة ما زالت أيمن فلاتة، رانسوا كومانو خيل وحكم مساعد ثاني مؤيد المسجن، وعندنا حكم رابع سلطان العكيري وظهار العنزي، ثنائي خط الوسط أيمن فلاتة ورمزي صولان على الجهة، الجوير بلمسة إلى ماجد لكن سرعان ما تعود لمصلحة ضمك. أيمن فلاتة يلعب كرة إلى من؟ بونافنتورا، الضغط من أيمن فلاتة، اللاعب الشاب يلعب كرة، يسدد كرة إلى خارج أرض الملعب، وعنده قدم يمنى قوية أيمن فلاتة. بالأهلي في 2013 كرة محاولة خطيرة، أيمن تسديدة غير اتجاهها، ذهبت إلى ركلة ركنية. كرة عند أيمن فلاتة، استلام في منتصف الملعب، مباراة تبحث عن هدف، كرة من بونافنتورا، لعباته كراته مهارته، لكن ثلاثة على لمسة أيمن فلاتة، مرور يا سلام يبحث فيها عن فرانسوا كومانو في الجهات اليمنى، فرانسوا الدولي لكن مكراية حاضرة وحالة، التسديدة والتغطية موجودة من أيمن فلاتة، لاعب شاب معارض النادي الأهلي 21 سنة.